شو اخذ مال الصين؟ Chinese is my fifth language. I participated in a Chinese competition لكل اللبنانيه بلبنان اللي بيحكوا Chinese. ربحت first place. I got a scholarship to go live in China for one year. لقيت بيجينج رحت سكنت فيها سنه. طب فيك تخبرينا شوي اكثر عن competition؟ هلا هي 3 parts. اول part speech. 我的汉语名字叫美丽，今天我演讲的题目是。Tiny part هو Q&A عن China, عن the culture, the grammar. 西裙子，D衣服。选A旗袍。那个是你的。 Three is the talent show. Talent show. Yeah. اللي اسم الله شو التالنت تبعك انت؟ غنيت له غنيتي؟ 你是我的小呀小苹果 How does it feel 3 years later انك ربحت الكومبيتيشن؟ It feels great actually عزموني قد زيت الكومبيتيشن هون بدبي in its 17th edition. امتين الكومبيتيشن؟ هلا بعد بتلحقي؟ ايه يلا ها مش هيدا زيته رحتي فيه من 3 سنين؟ ايه لا 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 طيب اوكي. 我有许多梦想. ما عم بفهم ولا كلمه من اللي عم بيقولوه بس حسيته انه كثير ديب واكثر شيء اثرت فيه كلمه التشاينيز امباسادور for Lebanese who speak Chinese وطلعت الاولى فعطيوها مش غلط انه انت عم تحكي عني وانا قاعد لحدك ما عم بحكي عنك انا قلت ببلش بالاول وبعدين انت بتكملي انه ثاني شقفه خليني انا اقوله اوكي يلا قولي بنرجع نبلش 3 2 1 لا زيح اوكي اوكي رح اطلع من الكادر لك زيح شاركت بالكومبيتيشن وربحت فيرست بليس ليك فيك تجي شوي بليز شو؟ انه عم فكر انه انا هيك عم بحكي عن حالي وهيك مصدقه حالي شو قولك منغير؟ شو بدك يعني؟ انه بنعملها اثنيناتنا ما هلا بعدنا عاملينها اثنيناتنا معني بنعمل اثنين وبشوف انا شو بنقي بكي شيء انت براسك؟ اللي عندي ما بقدر اعمل شيء شو بيعصب؟ زيح I'm alive. صفا؟ ايه العنف للرجل. Oh my god, كسرته I think. Chinese is my fifth language.